السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتسطيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفو طريقة خياطة المردد الأزرار بشكل جديد، كيف ما شرحت لكم في الفيديو السابق، وبطريقة جد سهلة كيفاش يخدموه حتى المبتدئات. إذا هنا كيف ما كتشوفوا عندي هاد الدونتيل هذا اللي غادي نزين به المرد، هذه فكرة جديدة لتزيين المرد. هنا عندي الطول ديال الكم، كيفاش كتفصلوا هاد الكم اللي بالمرد؟ تاخذوا الطول ديالكم وكتحيدوا منه 10 سنتيم اولا 8 سنتيم العرض المرد، على حسب نتوما شحال درتو فيه. انا درت فيه هنا 10 سنتيم. ملي كنحيدوا داك 2 سنتيم الخياطه من الفوق ومن التحت كتبقى لينا 8 سنتيم، كتنقصوها من الطول والباقي كتحطوه وكتزيدوا سنتيم ديال الخياطه. اذا هنا في العرض ديالكم من الفوق درنا فيه 18 سنتيم، وهذا العرض ديال المرد كديروا على حسب الدوره ديال الكم ديالكم، لان المرد كي كتشوفوا كيجي بالازرق فهو كيجي على الكم نيشان. شوفوا معايا هنايا انا درت فيه 20 سنتيم، يعني التوب يعني العرض ديال البندا كامله. نتوما كديروا على حسب الكم ديالكم. اذا غادي نجيب هاد القطع هادو، فصلت من المرد جوج القطع بنفس القياس. هنا درت لهم لافيزلين، ضروري المرد بحال الكول كنديروا لافيزلين باش كيقصح لينا شويه. وغادي نجيب الدونتيل ديالي وغادي نوضعوا الوجه ديالو على الوجه ديال التوب بهذا الشكل هذا، وكنخليه سنتيم من الاسفل، وكنبداو الخياطه ديال المرد ديال هاد الدونتيل عفوا على الدوره ديال هاد الباندا كامله. ممكن ديروا هاد الدونتيل هذا، او ممكن ديروا قطعه من التوب وديروا لها ليبلي او لا الكشكشه، وتكون العرض ديالها واحد 3 سنتيم، وتركبوها على بلاصه هاد الدونتيل هذا. ولكن حتى بالدونتيل كيجي الشكل ديالها رائع بالنسبه للعبايات والفساتين وحتى البلوزات. هانتوما غادي تشوفوا الشكل النهائي في الاخير. صافي، ملي كنوصلوا للجهه الثانيه كنخليو سنتيم ديال الخياطه، ما كنكملوش الدونتيل حتى الاسفل. صافي، غادي نجيبوا القطعه الثانيه وغادي نوضعوها فوق القطعه الاولى ونخيطوا على بعد سنتيم. صافي، من بعد ما خيطناها غادي نحيدوا هاد الجوانب هادو وغادي نقلبوها على الوجه بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيفاش كيجي الدونتيل، كيجي الشكل ديالو رائع فيها. وكنخليو داك سنتيم في الاسفل. دابا غادي ندوزو للكم ديالنا وغادي نديرو له الكشكشه. شوفوا معايا كنوسعوا الغرزه الاكبر، غرزه رقم 5، وكديروا داك الطريقه ديال البانغا اولا كديروها عاديه. هنا ملي كيكون الثوب شويه غليظ، انا عندي الثوب ديال الكريب فما كدرش داك الكشكشه مزيان، كتخيطوا نتوما عادي بغرزه رقم 5 كبيره، ومن بعد كتجروا داك الخيط وكتبقاو تجمعوا في الثوب باش كيعطيكم داك الكشكشه، حتى كتحصلوا على نفس القياس ديال الباندا اللي عندكم، وكتخليوا سنتيم من الجوانب. شوفوا معايا انا هنا خليت سنتيم من الجهتين بجوج، غادي نثني الكم ديالي على اثنان وغادي نحسب 7 سنتيم فتحه ديال الكم، وغادي نجي نثني للداخل داك السنتيم على اثنان، نصف سنتيم في الاول ونعاود نثنيه المره الثانيه، لانني ما دايرهش السرجيل التوب. الا كنتو دايرين السرجيل التوب كتنيو غير سنتيم فقط. صافي، كنخيطو بهذا الشكل هذا ونخيطو كذلك الجهه الثانيه. ومن بعد نركبوه مع الباندا، كنجيبوا الباندا ديالنا كنبداو الخياطه من الداخل ديال الكم، يعني من الداخل ديال الكم باش ملي نقلبوا على الوجه تجينا مفينيه. صافي، وكنخيطوا غير قطعه واحده من داك المرد، ما كنخيطوش القطعه، ما كنجمعوش القطعات بجوج، كنخيطوا غير قطعه واحده. كنبقاو غاديين بالخياطه على بعد سنتيم. من بعد كنقلبوا الباندا ديالنا على الوجه وكندخلوا للداخل داك سنتيم اللي خيطنا في الاول، وكنجيبوا الباندا ديالنا كنثنيو سنتيم للداخل بهذا الشكل هذا، وكنخيطوا على الوجه ديال الكم، كنخيطوا على الحرف ديال الثوب، يعني ما نبعدوش بزاف
باش ما تجيناش الخياطه باينه، وكتجينا هكا بهذه الطريقه هذه كتجي احترافيه. غادي نكملوا بنفس الطريقه الدوره كامله ديال هذا المرض هذا، نخيطوا غير على الحرف ديال الثوب. كتجي داك الخياطه رقيقه باينه شويه، كتجي الشكل ديالها زويون. صافي شوفوا معايا كيفاش كيجي لكم. من بعد غادي نديروا الفتحه هاد الازرار، شوفوا معايا غادي نديروها من هاد الجهه هذه. كنجيبوا الصدفه ديالنا وكناخذوا القياس ديالها بهذا الشكل هذا، وكنديروا واحد الخط في الوسط، وكنزيروا الغلزه لقم اثنان، وكنبقاو غاديين وحنا كنخيطوا بهذا الشكل هذا على داك الخط. وكنديروا ما بين كل غرزه وغرزه في الطول على داك الخط واحد نصف سنتيم ديال التوسيع. المهم الطريقه راه سبق لي وشرحتها، راه كاينه في القناه. كنديروا واحد ثلاثه الدورات اولا اربعه ديال الدورات، وكتكون الغرزه كي قلت لكم في رقم اثنان، فكتجي مزيره ما كتجيش يعني ما كتحلش لينا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاله اللي كدير الفتحه ديال الازرار، شوفوا معايا كيفاش كتجي هنا. من بعد ما درت الفتحه الثانيه ديال الازرار وركبت السطيف ديالي، صافي غادي نقاد الكم ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نجي من داك الفتحه ديال 7 سنتيم ونجمع الكم ديالي. صافي من بعد ما جمعتو دابا غادي نقلب لكم. هانتوما دابا غادي نسدو باش تشوفوا في اللبس كيفاش كيجي. كيجي الشكل ديالو في اللبس رائع البنات، خصوصا الا درتوه الفساتين كي قلت لكم اولا العبايات، كيجي الشكل ديالو راقي. شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. وهكا كيجي الشكل ديالو، شوفوا معايا هاد الفتيحه كتجي مفينيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته، وما تنساوش كذلك تخليوا لي التعليقات ديالكم وليجيم ديالكم الى عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات نزيدكم ان شاء الله. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.